مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نتواصل معكم ونجدد لكم اللقاءات هنا من ارضية هذا الميدان وتاسع انطلاقاتنا لسن الحجايج ضمن الاشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم، وهنا المقررة بالانطلاقات 12 شوط مفتوحة و13 شوطا للانتاج والمنتجين على ارضية هذا الميدان ميدان دستور. نسير معكم هنا مع الورقة بالانطلاقات لحسن بن عبد الله بن غليط الغفلي من تنطلق بالصدارة وبالمركز الأول، بينما جولة لمحمد بن سعيد بن راشد لوهيبي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. المركز الثالث بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هناك والتحديات والإثارة، وهنا أرى التسلل من هنا النعامة لمحمد بن علي بن مبارك المنصوري من تسللت بهذه الانطلاقات، هناك مرفوقة بالانطلاق والتحدي الجميل لموسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من تنطلق بهذا التحدي. وصل الشاعر هنا مع بقية لسعيد بن حمد بن صائب سعيد بن حمد بن مصلح لحبابي، وهناك الشاهينية عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري تأتينا سادسا، وفي المركز السابع تأتي شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر المنصوري، والوصول من شعار الكليلي مع هنا ملوح سعيد بن محمد الكليلي العامري من تنطلق بتحدياتها وإثاراتها. وصلت الوثبة بهذا الانطلاقات صالح بن محمد بن علي بن صالح الحميري بهذه الانطلاقات والتحديات، الوصول كذلك تاسعا من رمز سعيد بن علي بن خلفان لكعبي، وعلى المركز العاشر شعار بن بروك من الجانب الآخر، ولكن أرى تسلل من رحبوبة داود بن سليمان بن سالم الفزاري من انطلقت بهذا التحدي. نعود إلى الصدارة، نعود بعد العشر المراكز إلى النعامة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، النعامة المنطلقة بصدارة هذا الشوط هنا وانطلاقتها وتحدياتها. محمد بن علي بن مبارك المنصوري المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني وأرى التسلل الجميل هنا من رعبوبة داود بن سليمان بن سالم الفزاري من تنطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث جولة لمحمد بن سعيد بن راشد لوهيبي. أما على المركز الرابع رمز سعيد بن علي بن قلفان لكعبي من تنطلق هنا بهذه الانطلاقات والوثبة، انطلق لصالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، نعود إلى التحديات، نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الفزاري من غير على الصدارة مع رعبوبة من غيرت الصدارة والمقدمة داود بن سليمان بن سالم الفزاري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ولكن هنا شعار القديلي من الجانب الآخر عاد هنا بانطلاقة جولة. محمد بن سعيد بن راشد لوهيبي من انطلق بالمقدمة انطلق بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والتحدي مع الأربعمائة متر الأخيرة جولة إذن هنا وجولتها الانطلاقية إلى الفوز وإلى الناموس هنا بهذا الأداء. جولة من تسيطر على زمام الأمور هو انطلاقة محمد بن سعيد بن راشد لوهيبي، قفلت على هذا الشوط هنا. سلام للسلطنة، سلام للسلطنة على هذا الأداء، وسلام لأهالي بدية بهذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل هنا. مشكور يا ليديلي، مشكور على هذا الأداء المميز الجميل. وها هي جولة محمد بن سعيد بن راشد لوهيبي من أعلنت الفوز والناموس، المركز الثاني رعبوبة من حل ثانيا هنا، وانطلق داود بن سليمان بن سالم الفزاري، وعلى المركز الثالث رمز سعيد بن علي بن خلفان لكعبي، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام على المركز الرابع
نتابع مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني، نتابع التوقيت الزمني هنا ايضا بهذه الانطلاقات والتحديات، وهنا جولة بانطلاقتها وتحدياتها الى خط النهاية باربع دقائق 32 ثانية، تسعا من الاجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس للسيد محمد بن سعيد بن راشد الوهيبي على هذا الاداء، والسلام لاهالي بنية بهذه الانطلاقات، ومشكور يا القدلي. بينما رعبوبة من حلت ثانيا باربع دقائق 34 ثانيه، خمسا من الاجزاء من الثانيه. تهانينا لداود بن سليمان بن سالم الفزاري، ان سجلت ايضا هذا الاداء المميز. بينما المركز الثالث هنا اربع دقائق 36 ثانيه، خمسا من الاجزاء من الثانيه، رمز لسعيد بن علي بن خلفان الكعبي، من حلت على المركز الثالث بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله. بينما رابع مراكزنا التحديات والإثارة هناك، والأداء المميز الجميل مرحلة في انطلاقاتنا وتحدياتنا. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.